عزيزي المشاهد، هل تظن أننا أنا وأنت قد نتعرض للإنقراض يوماً ما؟ هل تستبعد هذا؟ ربما يكون رأيك صحيحاً، فنحن البشر أسياد هذا الكوكب على أي حال، لكنك لم تسمع بعد عن طائر الكاكابو. الكاكابو هو طائر عجيب أثار حيرة العلماء لفترة طويلة، وذلك بسبب أسلوب حياته المتراخي اللامبالي. يعيش هذا الطائر في نيوزيلندا، أبعد نقطة في جنوب شرق كوكب الأرض، وهو من فصيلة الببغاء، لكنه كبير الحجم ولا يطير، رغم أنه يعيش في بيئة مليئة بالأعداء الطبيعيين. الكاكابو لا يجيد الجري بسرعة كي يهرب من أي مهاجم، لكنه يجلس في مكانه آملاً أن يخفيه لونه الأخضر وسط الأشجار، ويعتمد على حظه في الفرار من الأخطار، إلا أن رائحته واضحة جداً، ومن السهل أن تجذب الحيوانات المفترسة. هذا الببغاء الليلي الذي لا يستطيع الطيران ولا يهرب من الأعداء هو أحد الطيور المفضلة لدى النيوزيلنديين، وهو معروف بطبيعته الجذابة ووجهه الذي يشبه وجه البومة، ولهذا يعرف باسم ببغاء البومة. يتزاوج في أماكن مفتوحة مرئية، ثم يضع عدداً قليلاً من البيض، تتركه الأم لمدة 3 أشهر وحيداً بدون أي حماية من أي نوع. كيف يقضي هذا الكائن حياته؟ في لا شيء، فهو يظل متسكعاً في الغابة، يأكل الحشائش ويشرب وينام إلى أن يأتي موسم التزاوج. نمط الحياة لهذا الطائر كان مناسباً قبل القرن 20، ففي هذا الوقت لم يكن في نيوزيلندا كائنات ثديية شرسة إلا الخفافيش، والتي لا تشكل تهديداً لهذا الطائر اللطيف. أما اليوم ففي نيوزيلندا الفئران والقطط والكلاب، وبالطبع الصيادين من البشر. اليوم أصبح هذا الطائر مهدداً بشدة، وعلى الرغم من هذا يصر على نمط حياته القديم الذي اعتاد عليه لآلاف السنين. علماء البيولوجيا التطورية يؤكدون أن قانون الطبيعة الخالد هو التطور والتكيف. لو لم يستطع الكائن أن يطور من نمط حياته ووسائله الدفاعية كي يتلائم مع البيئة الجديدة، فلن يستطيع الحياة، وسينقرض كما انقرض الديناصور والفيل القطبي والكاكابو. هل تفاجأت؟ ربما، فقد نسيت أن أقول لك أن هذا الكاكابو اللطيف كائن نراه ينقرض أمام أعيننا اليوم، فلا يوجد منها اليوم سوى أقل من 100 طائر فقط، لدرجة أن العلماء أعطوا لكل واحد من هؤلاء 100 اسماً مميزاً. قبل أن تضرب كفاً بكف وتتعجب من هذا الكائن الذي لم يستطع التكيف مع العالم الجديد، اسأل نفسك، ألا ترى تشابهاً بيننا وبين هذا الكائن العجيب؟ هل استطعنا التكيف مع العالم الجديد؟ فنحن نعيش في مجد حضارة الماضي، ونحاول تكرار ما كنا نفعله في الماضي، وكأن منتهى أملنا أن يعود الزمن إلى الوراء، في عالم ينطلق كالصاروخ نحو المستقبل، في بيئة أصبحت مليئة بالتنافس. فهناك دول صعدت للفضاء، ودول امتلكت الخبرة في البرمجيات، وأخرى عرفت الوحدة الاقتصادية، ودول ملأت أسواقنا بكل شيء. هل نطور من أنفسنا وننظر إلى الأمام؟ أم فقط نستهلك ما تلقيه لنا الدول المتقدمة؟ هل نطور من مهاراتنا ونزيد من معارفنا؟ أم نفكر كالكاكابو الذي لم يتطور، بل ظل يتمنى أن يتغير العالم كله من حوله كي يناسب نمط حياته هو؟ لكن كيف إذن نتطور ونحقق ذاتنا ونثري مجتمعنا ونصل لما نريد في هذه الحياة، وبالتالي ننجو من خطر الانقراض؟ كلها أسئلة هامة تستحق الإجابة، وعلينا أولاً أن نبحث عن التطوير بداخلنا، فتطوير الذات هو البنية الأساسية، وعندما يحدث التطوير في ذاتنا وفي أنفسنا سوف نطور كل ما حولنا بعد ذلك، فبتطور الفرد يتطور المجتمع.
تطوير الذات هي عملية مستمرة، يمكن تعريفها بأنها تنمية وعلو بالنفس عن طريق اكتساب المهارات والسلوكيات الطيبة التي ترفع من شأن الإنسان وتجعله يصل إلى تحقيق أهدافه، وتكون هي السلاح الفعال الذي يواجه به صعوبات الحياة. فمنذ مولد الطفل ونشأته الأولى يمر بمراحل التطور في محيط أسرته والمدرسة والجامعة ثم العمل، وعليه في كل مرحلة أن يطور ذاته كي يتمكن من اكتساب مهارات جديدة وسلوكيات إيجابية تجعله يعلو باستمرار فوق المشاكل التي يواجهها، ويتخطى المراحل الصعبة إلى نجاحات أخرى تزين عمره ومستقبله في الحياة. فالتفوق والنجاح يجعلان من الشخص إنساناً طموحاً محباً للتطور في أفكاره ومهاراته لتحقيق المزيد من الأهداف. لكن كيف للإنسان أن يطور من ذاته؟ أولاً عليك أن تبدأ بتنظيم وقتك من خلال تحضير قائمة بأعمالك الهامة اليومية والأسبوعية والشهرية، فلا تترك خططك عبارة عن دخان عشوائي في رأسك. ضعها على الورق ثم اعمل بكل جهد على تنفيذها في وقتها المحدد دون تأجيل أو تسويف. معرفة أولوياتك في الحياة هي أحد خطوات تطوير الذات الهامة، وعليك العمل على تحقيق تلك الأولويات حتى لو تطلب الأمر اكتساب العديد من المهارات الجديدة. إدراك كيفية التواصل الصحي مع نفسك أولاً، ومحاولة تفهمها ثم إرضائها ثم التواصل مع الآخرين بعد ذلك، فأنت لو لم تفهم نفسك لن تستطيع فهم الآخرين. حاول أن تخلق مع من حولك روح من التعاون والمشاركة، هذا يساعدك على تحقيق الإنجازات ويقلل من العثرات في طريقك. يجب أن تعلم أن إثراء العقل من أهم خطوات تطوير الذات، لهذا يجب عليك الإكثار من القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد، وأن تهتم بالكتب فهي غذاء العقل. عليك إعطاء وقت كاف من تفكيرك لمجتمعك وكيفية مساعدتك في نمو هذا المجتمع، فتنمية وتطوير الذات لابد أن يصاحبها تنمية وتطوير المجتمع. فأنت إذا تطورت وحدك بدون أن تسهم في تقدم مجتمعك فستكون مثل الريشة في مهب الريح، وسيكون كل نجاحك مثل قصر من الرمال على الشاطئ معرض للانهيار مع أي موجة عالية غير متوقعة. إذا واجهت بعض المعوقات أو شعرت في مرحلة ما بالفشل فلا تتنحى جانباً وتستسلم لهذه الأفكار والصعوبات، بل عليك مواجهتها واكتشاف الأخطاء التي جعلتك في هذا الوضع، وعليك إعادة التفكير ومراجعة تلك الخطوات السابقة التي قمت بها، ومحاولة وضع يدك على نقاط الضعف أو الخطأ والعمل على تصحيحها لكي تحقق أهدافك المنشودة التي تصبو إليها. واعلم جيداً أنه لا مكان للفشل أو اليأس في طريق تطوير الذات، فعملية تطوير الذات عملية مستمرة تتم على مراحل، وليست مرحلة تقف عند سن معين أو يمنعها حاجز معين. دع نفسك تتطور في خطوات ثابتة هادئة واثقة، وضع كامل ثقتك في قدرتك على تحقيق النجاح وعلى قدرتك على الوصول لأهدافك، وكلما وصلت إلى هدف منهم سارع في وضع أهداف جديدة صوب عينيك، وابدأ في السعي لتحقيقها بدورها دون توقف أو انتظار أو حتى ملل. فمن يتوقف عن تطوير ذاته يتوقف عن تحقيق أهدافه، ويكون مصيره مثل مصير طائر الكاكاو اللطيف لكن تعيس الحظ. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.